وللمزيد ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ محمد فوزي الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. برحب بحضرتك معي عبر تان. أهلا بحضرتك أستاذة منى والسادة المشاهدين. أهلا بحضرتك. إذا تابعنا زيارة وزير الخارجية ومشاركته في الاجتماع الوزاري حول القضية الفلسطينية بمدريد، وهنا نتحدث عن زخم الجهود المصرية منذ اليوم الأول ربما للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي سياسيا دبلوماسيا وإنسانيا لوقف الحرب وعدم تصفية القضية. كيف تقيم هذا الزخم ومدى تأثيره برأيكم؟ طبعا المقاربة المصرية في التعامل مع التطورات اللي بيشهدها الداخل الفلسطيني من 7 أكتوبر وحتى اليوم ركزت على محورين رئيسيين، أولا الشق الإنساني، وده كان بعد شديد الأهمية نظرا لعظم الكارثة الإنسانية اللي بيشهدها القطاع على وقع جرائم الحرب الإسرائيلية داخل قطاع غزة والحرب الغير مسبوقة التي يشهدها القطاع. لكن في تقديري أن المحور السياسي فيما يتعلق بالمقاربة المصرية كان هو العنصر الأهم في إطار هذه التحركات، وده على أكثر من مستوى. أولا المباحثات التي تتم بشكل يومي مع كافة زعماء وقادة العالم ومسؤولي الدول الغربية على وجه الخصوص، دي كانت شديدة الأهمية على مستوى التأكيد على مجموعة من الفرضيات والمحددات المهمة، وأولها أن ما يحدث داخل قطاع غزة هو جرائم حرب وإبادة جماعية تتم بحق الشعب الفلسطيني. الأمر الآخر هو إعادة طرح القضية الفلسطينية على أجندة المجتمع الدولي انطلاقا من كون الحل العادل لهذه القضية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفق ما أقرته الشرعية الدولية هو ركيزة للأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط ككل، وليس فقط لضمان عدم اندلاع مواجهات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. صحيح. جنبا إلى جنب مع المحور الثالث متمثلا في استمرار جهود الوساطة ومباحثات وقف إطلاق النار داخل قطاع غزة، لكن في تقديري أن التحدي الأهم الذي يصطدم به هذه الجهود يرتبط بشكل رئيسي ببنيامين نتنياهو، وليس هذا من قبيل الحديث حتى من قبل الإعلام العبري، ولكن ده أكده العديد من الدوائر الإسرائيلية بما في ذلك الوفد المفاوض الإسرائيلي، بما في ذلك العديد من الشخصيات داخل الحكومة الإسرائيلية على رأسها وزير الدفاع جالانت إلى آخر هذه. وموجة الاستقالات أيضا أستاذ محمد التي حدثت هذا الشهر، وآخرهم ربما رئيس الأركان هرسي هاليفي التي أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية بأنه يعتزم الاستقالة من منصبه نهاية هذا العام بسبب الفشل العسكري والسياسي في تحقيق أهداف الحرب، وأيضا ما زالت ورقة الرهائن متواجدة ولها ثقل، فعلى ما يراهن نتنياهو في الاستمرار بما يفعل؟ نتنياهو يحاول تحقيق مجموعة من الأهداف في الفترة الراهنة، أولها الحيلولة دون تفكك الائتلاف الحاكم اليمين المتطرف، على اعتبار أن العديد من الوزراء في الحكومة الإسرائيلية ممن ينتمون إلى اليمين المتطرف كانوا هددوا بالانسحاب من هذه الحكومة وتفكيك الائتلاف حال التوصل لاتفاق خاص بوقف إطلاق النار داخل قطاع غزة. جنبا إلى جنب مع ذلك يسعى نتنياهو إلى إطالة العمر السياسي لهذه الحكومة، لأن هذه الحكومة محكوم عليها بالوفاة السياسية وانتهاء عمرها حال انتهاء هذه الحرب والتوصل لوقف إطلاق نار على وقع القضايا المرفوعة ضد بعض الشخصيات منها على رأسهم بنيامين نتنياهو، فضلا عن الفشل الذريع داخل قطاع غزة. لا يمكن قراءة الاستقالات التي حدثت بمعزل عن أولا حالة الفشل العسكري، وهنا الفشل يقصد به عدم القدرة على تحقيق الأهداف الاستراتيجية. صحيح. للحرب سواء القضاء على الفصائل الفلسطينية أو استعادة المحتجزين أو حتى تدمير البنى التحتية الخاصة بهذه الفصائل، جنبا إلى جنب مع اعتبارات شخصية مرتبطة بوجود ربما طموح سياسي لبعض الشخصيات المحسوبة على المحور الأمني في إسرائيل، وبالتالي فهم يريدون القفز من السفينة على اعتبار أن ما يحدث نتيجة استمرار العمليات العسكرية هو المزيد من التأزم بالنسبة للداخل الإسرائيلي، المزيد من التراجع في شعبية الشخصيات التي ستتصدر المشهد في إسرائيل، وبالتالي فالمحصلة هي المزيد من الفشل والمزيد من الضغوط على الحكومة الإسرائيلية، ما يدفع نتنياهو إلى إطالة أمد هذه الحرب ربما سعيا لتحقيق أي منجزات عسكرية قد يروج لها على المستوى الداخلي في
إسرائيل. أنا بشكرك شكرا جزيلا الأستاذ محمد فوزي الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية لجميع هذه الإيضاحات.